هشام سلام، مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية ومكتشف ديناصور المنصورة سورس. بداية شغفي العلمي حقيقة هو يعني أخر شوي، ما شفتوش إلا بعد مرحلة البكالوريوس، ودي الأسباب عديدة. يعني ما كانش في عندي في مرحلة البكالوريوس يعني نقدر نقول حاجة واضحة بالنسبة لي، وفضلت اكتشف في نفسي سنوات عديدة يعني لحد ما لقيت نفسي عندي شغف كبير جدا لدراسة الحفريات الفقرية، وده بداية، ودي كانت البداية. يمكن مرحلة الدكتوراه بدأ يبقى عندي حقيقة شغف علمي مركز، لكن قبل كده يعني بحب العلم، بحب العلم كجنرال يعني، لكن ما اكتشفتش شغفي للحاجة اللي بحبها إلا في مرحلة الدكتوراه، ده طبيعي يعني. بدايتي مع الحفريات كانت من طبعا مرحلة البكالوريوس، ما كانش حد بيحب الحفريات، أو يعني نسأل أي حد ما حدش بيحب الحفريات، لكن بعد ما تخرجت وكنت طالع الأول على دفعتي فاختاروني أبقى معيد، كان الأوبشن الوحيد اللي موجود هو الحفريات، فأخدتها عشان طبعا وظيفة مرموقة وهبقى في الجامعة، لكن ما كنتش بحب الحفريات حقيقة خالص يعني. واخدت الماجستير وأنا برضو على مضض، لكن بدأت أغير وجهة نظري لما حبيت أغير الواقع، إن أنا أدرس حاجة مفيدة لمصر أو أجيب علم جديد في مصر. وأنا ما فهمش ساعتها، معايا ماجستير في الحفريات، لكن لقينا إن حفريات الفقرية هي الأنسب، لأنك لو أنت عاوز تغير بقى وتضيف حاجة فعلا لمصر هي الحفريات الفقرية. فعشان كده بدأت المرحلة يبقى عندي هدف، ولما كان عندي هدف بقيت أحب الهدف، ولما لقيت الصعوبات بدأت تزيد عليا في تحقيق الهدف تمسكت بالهدف أكتر، فكانت غيرت كتير جدا في قناعاتي، إن لما حد يبقى عنده هدف بيبدأ يخطط للهدف، والصعوبات ساعات بتضايق صحيح، لكن ساعات بتخليك متمسك إنك ما تفشلش. عشان كده بدأت أحب الحفريات الفقرية لحد ما هي حبتني، بقيت في انسجام بيننا وبين بعض يعني. قصة المنصورة سورس، طبعا منصورة سورس هو يعني نتاج عمل شاق استمر لأكثر من 8-9 سنين بعد ما رجعت من أكسفورد سنة 2010 بدكتوراه من جامعة أكسفورد في تخصص الحفريات الفقرية. كنت الوحيد في الوقت دون اللي معاه دكتوراه في التخصص دون، فمن ساعتها وانا برضو عاوز اجيب العلم، وعشان نجيب العلم مش مجرد ان انت تاخد دكتوراه، لا ده انت لازم تبني مدرسة عشان العلم ده يستمر. فطبعا بدأت اشجع طلبة ان هم يشاركوني الشغل، وفعلا كونت فريق صغير كده من شوية بنات امامير كده في سن التالتة كلية، واستمروا معايا لحد يومنا هذا، وقدرنا بيهم في 2014 نستخرج عظام للديناصور المنصورة سورس، ونشرناه في مجلة النيتشر إيكولوجي أند إيفوليوشن في سنة 2018. أعتقد إن قبل المنصورة سورس علم الحفريات عموما في مصر كان حاجة، وبعد المنصورة سورس حاجة تانية خالص يعني. بدأت الناس تحب وتعرف إن الحفريات هي يعني عاوزة بس حد يقولها او يدرسها بطريقه ما عشان او يقدمها للمجتمع. والحفريات علم شيق جدا يعني، مش شرط ان لطلاب الجيولوجيا بس والمهتمين، لكن هو من اللي بنشوفه ان هو شيق جدا لحتى من الاطفال لكبار السن متقاعدين يعني، معاش في ناس كتير جدا كده يعني، بتيجي لنا متطوعين من جميع الاعمار ومن جميع الفئات العمرية ومراحل التعليمية. عندنا طلبة في بتتكلم عن المنصورة سورس وهي في كيجي 1، وناس بتتكلم وهي يعني تلاقي
الناس على المعاش بتتكلم عن المنصورة سورس وتحكي قصة المنصورة سورس. فعشان كده هي يعني أعتقد علم الحفريات الفخارية من أحسن العلوم اللي تقدر تشكل شغف الطلاب في مراحل مبكرة من عمرهم، يعني الكيجي والابتدائي إعدادي لحد ما يكتشف نفسه في بعد كده. الأهمية العلمية للمنصورة سورس طبعا كانت حاجة مهمة جدا في التاريخ الطبيعي العالمي مش بس مصر، لأن احنا عندنا قارة أفريقيا لما انفصلت عن بقية القارات لم يكتشف منها ديناصورات خالص في الفترة قبل انقراض الديناصورات ب30 مليون سنة، وكنا والمنصورة سورس اكتشف من الفترة دي يعني. ولما درسناه لقينا ان هو يعتبر نوع جديد من الديناصورات لم يكتشف من قبل، دي إضافة. ثاني حاجة ان هو لما قارناه بكل الديناصورات اللي شبهه من جميع أنحاء العالم لقيناه ان هو بالضبط كده سيستر جروب او ابن عم الديناصورات اللي عاشه في اوروبا في ذلك الوقت اللي هي فتره الكامبينيان او الليت كريتيشس. وده بيثبت ان المنصوره سورس كان حصل فصيله المنصوره سورس، مش المنصوره سورس بذاته، فصيله المنصوره سورس حصل لها ديسبيرسل من افريقيا الى اوروبا ومن اوروبا الى افريقيا، والنوع ده من الديناصورات لا يطير ولا يعوم، فده بيدي دليل ان هو كان في كونكشن بري سمها او يعني عبر الاف من او ملايين من السنين. طبعا دي كانت اهميه علميه كبيره جدا جدا، وده اللي غزلنا بيها مجله النيتشر. لكن على الصعيد الوطني المنصوره سورس اول ديناصور في تاريخ الشرق الاوسط كله يكتشف بايادي من الوطن العربي، ويكون مؤلفه هو المؤلف الرئيسي بتاعه من حد مننا يعني من الوطن العربي. ده حاجة كبيرة جدا طبعا، دي كانت تاريخ. الحاجة الأجمل بقى إن اللي استخرجوا واللي قاموا على ترميمه واللي كتبوا معانا الورقة العلمية بنات، وده يعني كانت أول مرة تحصل في تاريخ الشرق الأوسط. فمنصورة سورس قصة عجيبة ممزوجة بتغيير قناعات بعض الناس، نجاح لبعض الناس، أمل لبعض الناس، ماضي جميل لبعض الناس، يعني فمنصورة سورس باكتش على بعضها يعني. علاقة منصورة سورس بالبيوتكنولوجي، منصورة سورس ده الباليوبيولوجي، يعني احنا بندرس البيولوجي القديمة، الكائنات اللي عاشت قبل ظهور الانسان بملايين السنين، فاحنا في بيولوجي يعني احنا بندرس بيولوجي اصلا. وطبعا في ابحاث كتيرة جدا جدا في مجالات مختلفة، حتى البيوميكانيكس داخلين فيها في الحفريات والحاجات دي. لكن بيوتكنولوجي طبعا في كل في ابحاث بتمثل ذلك برضو عندنا في الحفريات. فطبعا المنصورة سورس هو جزء أصيل من البيولوجي، فأعتقد يعني في المستقبل ممكن يبقى فيه كولابوريشن بشكل ما، ودي فكرة المؤتمر. يعني احنا بنحتمل مؤتمر بنشمل بيولوجي، كل الناس بتوع البيولوجي تتجمع في بوتقة واحدة، وده يقول فكرة وده يقول فكرة، ممكن يكون في شراكه في الافكار، وبعد كده نطرحها على الترابيزه، وبعد كده نعمل برين ستورمنج على حاجه معينه، وبعد كده نشوف اذا كان هيبقى في كولابوريشن. مفيش حد بيشتغل لوحده، العلم محدش بيشتغل لوحده. يعني انا ممكن اشتغل مع بتاع هندسه، ممكن اشتغل مع بايوتكنولوجي، ممكن اشتغل مع اي حد هيفيدني في المجال، لان انا بشتغل في العلوم والعلوم كلها كونكتد، متصله ببعضيها. بس هي الفكرة ان العقول تتلاقى في افكار معينة في بوتقة واحدة تطلع منها وجبة حلوة للعلم. تكوين فريق عمل منسجم دي مسألة مش سهلة، وبتزعل ناس كتير برضو، يعني لان الطلبة كلهم شغوفين ان هم يبقوا ناجحين ويبقى لهم متميزين، لكن تيجي على عبء كبير جدا على قائد المجموعة العلمية ان هو يختار مين يبقى في الفريق بناء على الشطارة والشغف
وقابليته ان هو يعني يتغلب على الصعاب. يعني طبعا في ناس كتير جدا بتيجي متحمسة ان هي تبقى معانا في الفريق، لكن بينتهي بهم الامر ان هم ما يكونش معانا. دول مش معناها ان هم مش وحشين، لكن الفريق يعني بيبقى له صفات معينة. لكن حقيقة في بداية ما رجعت من مصر، كان رجعت لمصر كان اختياري يعني اللي يجي، وكنت محظوظ ان اللي جه في بداية الامر كانوا يعني احسن 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 اختيار حتى يومنا هذا يعني. فطبعا ده كان توفيق. لكن بعد كده احنا بنختار فعلا على معايير مهمة جدا، اهمها الشغف وحبه للمجال. تاني حاجة الشطارة، بيقرأ كتير، بيطلع كتير، بيكون له contribution، عشان احنا بنكون مدرسة علمية. والمدرسة العلمية من اهم صفاتها ان كل اللي في المدرسة يعمل اسهام في المدرسة، ما يبقاش متلقي فقط. فلازم كل واحد يكون في الفريق له دور يفيد به المدرسة وهو بيتعلم. طبعا ده عشان كده احنا اعتقد ان احنا فريق مركز جامعة المنصور للحافظة الفقرية فريق منسجم ومتميز. يعني اعتقد يعني احنا محظوظين كده. بالنسبة للتحديات اللي قابلتنا في انشاء المدرسة، طبعا التحديات كبيرة جدا جدا جدا، لحد يومنا هذا في تحديات، بس بنقابلها بكل جراءة يعني ما بنهربش منها، وكل حب ان احنا يعني لازم تتحل التحديات. من اهم التحديات اللي قابلتنا في مسيرتي في البداية خالص، ان اللي جولي عاوزين يبقوا معايا في الفريق بنات، والبنات طبعا زي ما حضراتكم عارفين بنات من الشرق الاوسط محجبات، عمرهم ما باتوا بره البيت بتاعهم، وانت دلوقتي بتسألهم ان هم يباتوا في الصحراء لمدة اسابيع في منطقة صحراوية ما فيش حد حوالينا وبتاع. كانت صعبة، لكن بدأنا، كانت صعبة على الاهل في الاول، وكانت صعبة عليا ان انا اقبل كده لقبر المسؤولية. لكن الامور مشيت، البنات طبعا كانوا بيحبوا اللي هم بيعملوه، وفي نفس الوقت يعني اقنعوا الاهل بتاعهم اهلهم ان هم يعني يجربوا. لكن بعد ما يعني بدات يبقى في ثقه بيني وبين اهلهم، بداوا ييجوا مثلا نطلع لهم رحله يوم الواحد ونرجع، بعدين نرجع ناخد يوم واحد ونرجع، وبعد كده يومين، ودي كانت بيج ديل يعني حاجه ما حصلتش قبل كده ان البنت تبات بره. بس لما رجعت لهم سليمه كان الموضوع مختلف شويه، بدات تتجرأوا. بدانا 4 ايام وبعدين اسبوع، وبعدين رحله المنصوره سورس كانت 21 يوم، وفي رحله استمرت اكتر من كده 30 يوم ولا حاجه. دي من ضمن التحديات، لكن خلال التحديات دي برضو تعلمنا منها وعلمتنا حاجات كتير. يعني مثلا ابو الدكتورة سناء السيد اللي هي حاليا دلوقتي بتحضر دكتوراه في ميتشيغن في امريكا، كان يعني من اشد المتخوفين والحريصين كأب طبعا على بنته، لكن هو دلوقتي فخور بها جدا وبيشير لها كل انجازاتها، وحاجة عظيمة جدا يعني. كذلك بقيت الفريق يعني، لكن دي من ضمن التحديات الكبيرة. التحديات اللي بعد كده كانت التحديات المادية وما زالت، لكن الوضع بيتحسن يوم بعد يوم كده. التحديات برضو الكبيرة اللي لسه برضو بنحاول فيها وده هدفنا، اللي هي تحديات الجهل بالشيء. يعني الجهل بالشيء يعني ساعات بيسبب تخوف عند الناس ان هم يدرسوا، الناس ان هم يقرأوا، الناس ان هم يبدعوا. فطبعا دي برضو من ضمن التحديات اللي بتقابلنا يعني. والتحديات بقى اللي هي جميلة بقى، ان انت تدور على حاجة وما تلاقيهاش لسنوات وبعدين تلاقيها. تحديات الشغل يعني، تحديات اليومية طبعا،
لكن يعني احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نستمتع بالتحديات ونعرف ان هي تحديات مش نهاية العالم، ونبذل قصارى جهدنا ان احنا يعني نعديها، ولما نعديها بنفرح لان احنا عملنا انجاز. فطبعا التحديات انا من وجهة نظري مفيش نجاح طعم النجاح ما يجيش غير بالتحديات، لازم نتبهرط في حقيقة. مركز جامعة المنصورة للحفلات الفقرية بابه مفتوح لأي حد عاوز يشارك، طبعا من أول حد لسه ما دخلش المدرسة لحد على المعاش زي ما قلت. لكن طبعا احنا بنعمل تدريب في المركز هنا في الصيف، بنقبل ابليكيشنز ونختار الناس اللي هم شايفين ان هم مناسبين، وبنفس الوقت بنعمل لهم تدريب مع ميداني، يعني بناخدهم الفيلد يدربهم على استخراج الحفريات وازاي يميز حفرية عن الصخر وهكذا، وهي متاحة لأي حد. وبعدين زي ما قلت قبل كده ان مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية هو مركز بحثي، يعني لو انت حتى مش مهتم بالحفريات الفقارية ممكن تشوف ازاي بيئة العلم بتتصنع، لان هنا انا بقول انه مطبخ للعلم، احنا هنا بنعمل ابحاث. صحيح بنفتح بابنا للزوار يزوروا ويشوفوا اكتشافاتنا، لكن في الحقيقة احنا مركز بحثي، يعني كل اللي شغالين فيها عندهم اهتمامات بنقط بحثية بنحاول نجاوب عليها باستخدام الحفريات الفقرية. دور مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية في خدمة المجتمع المدني، طبعا احنا عندناش غير العلم بنقدمه، والعلم بتاعنا شيق، كله بيحبه كبار وصغار. عندنا ناس دلوقتي متميزة جدا في التواصل مع الجمهور بجميع أطيافه. عندنا دكتورة شروق الأشهر وعندها قناة اسمها الحفرولوجي، بتقدم مادة علمية بودكاست اللي تكلم عن الحفريات من بداية نشأة الأرض لحد يومنا هذا. ويعني عندنا تاني الحفرجي عبد الله جوهر، دكتور عبد الله جوهر او الحفرجي، ده برضو من احد الناس اللي بتتكلم عن الحفريات بطريقه شيقه وسلسه. وطبعا هم دول طلاب برضو ماجستير عندنا في المركز، لكن برضو هم المسؤولين عن تدريب الطلبه والرحلات والاكتشافات في، يعني هم اللاب مانجرز بتاع المركز. طبعا نصيحة لأي حد مهتم بالعلوم هي القراءة، يعني قراءة بشغف وقراءة لتحصيل وقراءة ان هو يبدأ يكتب يتدرب على الكتابة. يعني القراءة هي مفتاح كل حاجة، زي أساتذتنا معلمونا اقرأ تقل فإن الكلام من الكلام، دي حاجة مهمة جدا جدا في لأي حد مهتم. لكن برضو من الحاجات المهمة جدا النشاطات العلمية زي المؤتمرات، حضور المؤتمرات حتى لو السمع فقط، انت مشارك في المؤتمر مش شرط تشارك ببحث او كده في البداية، لكن حضور المؤتمرات حتى هتحفزك ان انت تحضر وتشارك، لان الملتقى نفس التخصص نفس الفكر نفس بيثري. انا عن نفسي بحب اروح المؤتمرات عشان اقابل صحابي اللي في نفس المجال ونتبادل كل الابديتس، او انت عندك ايه وانا عندي ايه وايه الجديد وايه اللي بنعمله، وممكن في المؤتمرات نقعد نشرب قهوة ونطلع بفكرة بحثية نشتغل عليها لسنوات، ونتقابل السنة الجاية نقيم اللي احنا قلناه. المؤتمر مش بس ان احنا نحضر، لكن نلتقي ب يعني زمايلنا في نفس التخصص، زي كده نادي بنتقابل عشان نشارك، احنا متشاركين في نفس الاهتمامات. فطبعا ده بيفرق كبير، فرق كبير جدا جدا. حضور المؤتمرات اعتقد ان هو من اهم الاشياء اللي ممكن تتعمل في
في وانت فري دلوقتي وانت طالب، يعني مهمة جدا جدا لانها بتشكلك وبتعدك للمجال البحثي لو انت مهتم بالبحث العلمي. حاجه اكسكلوسيف للبايو تيم ايجيبت، طبعا عندنا اكتشافات كتيره مش هحرقها دلوقتي، بس احنا اقول لكم انتظرونا، عندنا حاجات حلوه هتبسطكم خلال السنوات القليله القادمه. ابقوا معنا.